السلام عليكم. اليوم جبت لكم الكروكي باش نشربوا القهوه مع بعض. جبنين ومنظر تاعو جا مليح بزاف. هيا نشوفوا واش نسحقوا لهذا الكروكي. هنا عندنا 8 بيضات، درت كاس زيت وكاس سكر، والبيضه التاسعه نحيت لها الاصفر بانتها نبيه، درت الابيض مع البيض الاخر. الفارينه هنا عندنا زبيب ديرو في داخل العجينه، وعندي الخميره ولافاني. نحكموا البيضات نكسروهم كامل، نخلطوهم مليح. نزيدوا كاس السكر ونخلطوه حتى يدخل مع البيضات. ولافاني معاه طبعا. نحكموا كاس الزيت تاعنا، نزيدو نضيفوه لداخل ونحركوا دائما. نزيدو نضيفوا الزبيب تاعنا، نقدروا نديروا اللوز، نقدروا كل واحد واش يحب يدير. هنا نبداو نضيفوا في الفارينه تاعنا اللي راهي ديجا مغربله، ونبداو نضيفوا ونحركوا بشويه. نديروا الخميره تاعنا في وسط الفارينه ونكملوا في التحريك. هنا بدلت الطبسيخ، خطرة ماكش لاخر صغير. ولا هنا نبدا نضيف الفارينه حتى نلم العجينه، ومن بعد نستعمل يديا باش نلم العجينه. طبعا مش راح تقعد هكذا جاريه، نديروه شويه يابس يشبه لتاع بكري. هنا نلمها بيديا. هاي العجينة تاعنا ماهيش يابسة بزاف وماهيش طرية بزاف، نقدروا نتحكموا فيها. حطينا ورق الزبدة على في البلاتو وزدت دهنته بالزيت، هكذا باه يجيني ساهل في الكسال. نحكموا نديروا دي باغيت على طول البلاتو. نسقموها مليح ونكملوا نفس العملية مع جميع العجينة هكذا. بلاطو الأول هز لي ربعة باغيت، بصح العجينة هاهي مزالت، ودرت كيفو مرة ثانية. هذوك ثم البيضات داروا لي زوج بلاطوات. لهنا نديروا الشكل اللي بغينا احنا. انا هزيت فورشيت شوكة ودرت برك هكذا باش يجيو طرق هكذا. وبعد حكمت هذيك البيضة الصفراء اللي نحيتها في الأول، دهنت بها الكروكي تاعنا باش يجي يبري، يجي لماع كي يطيب. وهنا الفور ديجا راني شعلته، راهو سخون بزاف على 200 درجة. كي بديت نوجد في الكاطو تاعي اللي شعلت الفور،
هنا دهنتهم كامل ونديرهم في الفور، وكي حمار من الفوق ومن تحت نحيوه. ها هو جالونهم ذهب، ونقسموه بالسكين مدام سخون كون يبرد يدقدق. ها هي الحبة تاعنا كيفاش جات الشكل تاعها. ها هو درته في الطبسي، شهية طيبة وصحة قهوتكم. ان شاء الله يكون عجبكم، والشكل تاعو والمنظر تاعو يجي مليح بزاف. مع السلامة.